السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد في القناة ديالي سمية سومة. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم واحد الفلوغ اللي هو العرضة عند واحد صديقة ديالي فلسطينية تزادت عندها بنيتها، الله يجعلها من الذرية الصالحة ان شاء الله. وبغيت نشارك معكم الاجواء والعرضة اللي دارت لينا. خليكم معايا. ومن بعد وجدت لنا في الطبق الرئيسي الله يعطيها الخير واحد المقلوبة فلسطينية. هاد المقلوبة هي أكلة فلسطينية كيف ما كتشوفوا، كتحط بها الطريقة هذه، كتقلب اسم على مسمى، كتقلب مباشرة فوق الصحن ديال التقديم اللي هي عبارة على الرز والدجاج وفيه حتى البطاطا والدنجال طايبين. المكون الرئيسي اللي كطيب به الطبخه هذه هي هو القرنفل اللي كيعطي واحد التزوينه لهذاك الرز مع الدجاج. وكيف ما كتشوفوا راه الوصفه كتشهي، الله يعطيها الصحه، طيبتها انا بيديها. وكاين حتى الحمص كيف ما كتلاحظوا، مهم طبق فلسطيني يعني 100%. هذا هو الطبق الفلسطيني المقلوبه اللي كانت حضرت لنا، وكمرافقات درت لنا واحد، غادي نقول لكم واحد المرافقه فلسطينيه ايضا كيستعملوها هما فلسطين بزاف، اللي هو اللبن ولا حنا كيف ما كنقولوا الياغور الطبيعي مع الخيار محكوك ومع القليل من النعناع وسلطه خضراء عاديه. ومن بعد هذا هو الطبق كيفاش كيجي، كيف ما كتلاحظوا راه حتى الفلفله نسيت ما قلتهاش، كيديروا حتى الفلفل، يمكن الا كيشويوه ولا كيقليوه عاد كيديروه، والله ما عرفت. المهم انا الطبق لذيذ جدا، يعني اول مره غادي نذوق شي طبق خارج على الاطباق المغربيه وكيعجبني.
ومن بعد الطبق الرئيسي بطبيعه الحال درت لينا اتاي مغربي اصيل على حقه وطريقه، ومعه بسبوسه فلسطينيه اللي صايبتها لنا بيديها حتى هي، وجات لذيذه بزاف بسبوسه بالقشطه. وكانت هذه هي العشيه ديالنا اللي تقسمت معكم. الفيديو كان خفيف ظريف، كنتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم هذا الفلوغ ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم وبالاشتراك، ومع السلامه.